Hadi şöyle kapatıp da. Bu ne yapar diyor. Tavşey. لقد اعمل دلوقتي انا عايز ابدا انا جنب بطن الكريتينيو ده معمل الكريتينيو تمام كل اعمل ياخد الداتا اللي هنا ويروح يحطها فين في الداتا بيز والداتا بيز تعرض لي فين وايه انت ازاي عملت كريتينيو لسه بقول عايز اعمل يعني سايب على ايه هنعمل انسيرت و او انسيرت وسبليت في نفس الوقت اللي انا هعمل كريتينيو يعني اول ما اعمل كريتينيو كل اللي هيعمله ان هو ياخد الداتا هنا ويحطها فين في التيبل اللي احنا عملناها تحت في اكس هنا يعني المفروض ما اعمل سيرت اللي هو الداتا موجود عندي في التيبل هنا تمام وكمان اما اعمل سيرت يروح يسيلكت الداتا اللي انا عملت لها برضه في التيبل او غالي فين في التيبل بتاعته تمام طيب قبل بس ما اعمل سيرت انا عايز الود داتا فين في الكومب بوكس ده تمام عايز الود داتا في الكومب بوكس اللي تحت ده طب انت هتعمل ده ازاي انا بس كل اللي هعمله هعمل امر بتاع ايه بتاع سيلكت هعمل امر ايه ام سيلكت طيب طب هتعمل ام سيلكت فين انا عايز اول ما الويندو يحصل لها ايه اوبند تفتح طيب فين الايفنت بتاع اوبند لو رحت انا وقفت على الفورم بتاعتي ورحت على الايفنتس تمام هتلاقي دي حاجه اسمها ويندو ايه ويندو اوبند هتشوفها انا مش شايفها انا في الانترنت ايه انترنال فريم اوبن تمام انترنال فريم اوبن حتى على الانترنال فريم اوبن كده الايفنت بتاع اوبن ده منين انترنال فريم اوبن تمام هو السورس كود بتاعي طيب عايز اجهز بقى ايه اجهز الحاجات بتاعتي طيب اول حاجه انا هبدا اجهزها انا هبدا بس مش تجهيز هبدا بس انا اكتب الدرايفر بتاعي فانا هبدا اعمل سترينج اهو الدرايفر هتساوي ما هي مشكله احطها جوه بريك ايه المشكله عشان مش هعملها كل شويه جوه كل واحد تمام طيب الدرايفر بتاعي اسمه ايه سام جي دي بي سي دوت او دي بي سي دوت جي دي بي سي او دي بي سي مش لازم كلمه درايف تمام هو ده اكسس يا عم اكسس درايفر سام دوت جي دي بي سي او دي بي سي جي دي بي سي او دي بي سي تمام طيب وهجهز اليو ار ال اللي الداتا بيز بتاعتي في الداتا بيز ايه؟ سميها داتا بيز يو ار ال ده كله بس بحطهم في سترينج لسه ما عملش اي حاجه تمام طيب برضو عشان ادي اللي هو ايه داتابيز هو جي دي بي سي او دي بي سي درايفر ايكوال تمام وادي له هنا نوع الداتابيز بتاعتي مايكروسوفت اكسس درايفر تمام طب هتعامل مع اني اكستنشن قلت له ممكن اتعامل مع دوت ام دي بي و دوت اي سي سي دي بي لازم تنسى ايه؟ اسمها الفايلز دوت كذا استرك اسمها الفايل دوت كذا ده هجيبها منين؟ هجيبها منين بقى؟ هتقول له سيمي كولون كده وتقول له دي بي كيو بتساوي وتدي له بقى ايه؟ الباس بتاعك اللي هو كان عباره عن تي بي كان الداتابيس بتاعت اسمها ايه؟ كان كم لا كنا عاملينها في اكسس بقى دي بي دوت ماي دي بي ماي دي بي دوت اي سي دي بي دي كلها كده عشان ابدا اجهز بس الكونكشن لسه ما عملتش حاجه اصلا لسه ما جهزتش كونكشن ولا حاجه لا ده في الاكستنشن هحطه بره هنا في الباس لاين تول ده في الباس لاين تول ده هيدور عليه في الباس لاين ده ما يجيب يعني هو انا لازم احط على الكود بس اه طبعا نفس البروجكت ايه؟ اه تاخد الباس هنا؟ اه ما عندي مشكله جي بي بي مش مشكله
فهمتي دي بي كيو داتابيس كواليفايد ان هو الباس بتاع الداتابيس داتابيس كواليفايد واللي هي الام دي بي ايه؟ الام دي بي واللي هي السي دي بي دي اللي هما دول اكستنشن بتاع الداتابيس ممكن تعمل معاهم يعني لو ما حطيتش ام دي بي ده ممكن ما تعملش مع ام دي بي هتعمل بس مع مين؟ مع السي سي دي بي لو اكس داتابيس ده انت ده الاكستنشن بتاع ملف الاكس لو كده لو كده مع الاكسس لو كده مع اوراكل مش كده ولا كده ماي سيكو مش كده خالص حاجه ثانيه اه هتلاقي اللي هو اللي بتاعها مختلف خالص بس اللي بتاعها محفوظ اه دي محفوظ ده ثابت يعني اه ده ثابت فيكسد الكلام ده كله فيكسد يا شباب طب ماشي كمان عرفنا لسه السيكو والجنس ما هتلاقي السلايد ما قلت لكم في السلايد هتلاقي كذا اه في السلايد هتلاقي كذا وال وان شاء الله لما ندخل في الايه تكمل معاكم ان شاء الله ايه هتلاقي برضه في اعرف الكونكشن ماي سيكو والاوريجن كونكشن ماي سيكو انا كنت في مبادا ما عنديش مشكله ليه؟ اه انت مالوش دعوه بيها ليه؟ بعد السنه اللي بص يا بابا اخلص بس بعد انت فهمت عليك تمام تمام طيب واحده واحده انا اول حاجه المفروض نعملها ايه؟ اول حاجه المفروض نعملها ان انا اعمل ايه؟ لودز لود درايفر انا لود درايفر ازاي بتاعي تمام عندنا حاجه اسمها ايه كلاس دوت فور اي فور مي اديها اسم ليه درايفر نعمله تمام تعال هو فين كده اعملها كده على ايه اكسبشن كده تمام شايف لو طيب شوف الاكسبشن هيطلع شباب شوف الاكسبشن هيطلع قال لك ايه اني بوت اكسبشن اسمه كلاس نوت ايه كلاس نوت فاوند اكسبشن كلاس نوت فاوند اكسبشن فانت لازم تاخد ده كده تقول له تراي وفي الكاتش كده تقول له ايه كلاس نوت فاوند اكسبشن اعملها امبورت كاتش كلوز كاتش كلوز ايه تمام كده فاد الاكسبشن كان طالع ممكن احط له هنا ايه جي اوبشن بان كده شو مسج دايركت قول له نار قول له الايد والجيت مسج وانا كده اول حاجه عملتها ان انا عملت بيد ايه طيب تاني حاجه كنت المفروض اعملها اعمل ايه اعمل تو استابلش كونكشن طب اعمل استابلش كونكشن ازاي ده الباس بتاع الداتابيس ده يور ايه هو الدرايفر مانجر دوت جيت ايه جيت كونكشن بياخد مني ايه اليو ار ال فهديله الداتابيس اللي انا عملتها داتابيس يو ار ال تمام كده تعال شوف الاكسبشن ممكن يطلع قال لك سيكو ايه اكسبشن فانت ممكن تيجي تعمل تاتش تاني كده تقول عباره عن سيكو اكسبشن تمام وتعالى برضو خد ده كده قول كنترول سي كنترول ايه تمام طيب جيت كونكشن دي بترجع ايه بترجع حاجه من نوع كونكشن انا قلت له كده كونكشن موجودة في اللايبر اسمها ايه؟ جافا دوت ايه؟ جافا دوت سيكول تمام؟ طيب تيجي تاني خطوة، تالت خطوة هعمل ايه؟ تالت خطوة هبدأ اكتب السيجمنت بتاعتي هعمل سيجمنت ازاي؟ هتقول له سي ان او دوت ايه؟ كريت ستيتمنت طب السيجمنت دي بترجع ايه؟ بترجع حاجة من نوع ستيتمنت قلت له اس تي كده دي برضه موجودة في ايه؟
finish off with the sequin. شوف الظروف يعني ممكن اجي فوق هنا كده واقول له هات لي شغل السيكول ايه ولا هو هنا انا كده لسه بجهز السيجمنت بتاعتي. طب انت عايز تعمل ايه في السيجمنت؟ عايز اعمل سيلكت. ممكن تيجي تقول له كده ايه سترينج كويري بتساوي انت عايز تعمل ايه؟ قلت له انا عايز اعمل سيلكت استريك فروم مين بقى؟ ديبارتمنتس ولا ام بي بي؟ انت عايز سيلكت كل الديبارتمنتس من البي ولا ديبارتمنت؟ من ايه؟ من تيبل. طب اشمعنى انت ما انا عندي امبلوي؟ لا لو قالوه من امبلوي هيقول لي ايه؟ اي زيف بوني. انما وانا هعرض اليوزر واحد ثلاثة هو عارف واحد يعني ايه؟ ولا اثنين يعني ايه؟ ولا لا مش عارف. انما عايز اقول له التايتل بتاعت مين؟ الديبارتمنت. طب التايتل موجوده فين؟ موجود هنا في الديبارتمنت. وانا عايز اطلع ايه؟ انا عايز اعرض التايتل بتاع الديبارتمنت في الكومبو بوكس. يبقى فين الديبارتمنت؟ طب هي موجود عندي. طب انا عايز اعرضها عشان انا بعد كده انسيرتها تنسيرت في الامبلوي. لا دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعرض التايتل. طب التايتل ده موجود فين؟ التايتل ده مش موجود غير في ديبارتمنت. تمام؟ فانا اروح اقول لا انا سيليكت كل الداتا من مين؟ من الديبارتمنت. طيب انت بس كده ما عملتش اي حاجه برضو لسه ما عملتش اكسكيوت للسيجمنت دي. ما انت تقول له ايه؟ اس تي ام تي دوت ايه؟ عندك حاجه اسمها اكسكيوت ايه؟ اكسكيوت كويري. طب فين الكويري بتاعتك؟ كنت مخزنها فين؟ في كويري في سترينج حاجه من نوع سترينج اسمها ايه؟ كويري. ده هينفذ بقى الستمنت عند الداتا بيز. ده هيروح ياخد الستمنت دي كده ويروح للداتا بيز اكسس كده ويعرض فيها ويجيب الداتا منها. يجيب منها؟ يجيب منها. شفت يا شباب مش عارف تبص كده. كنت انا بروح للكويري هنا كنت بقول له ايه؟ كنت بقول له سيلكت استري كان بيعرض ده تحت كده مش كان بيعرض ده بشكل تيبل؟ تمام؟ فالكويري اللي عملتها دي في النت بيز هتروح للاكسس وتعرض تيبل زي ده بس هتعرضه فين؟ هتعرضه في الميموري. طب انا اجيب الميموري ازاي؟ فانت لو جيت هنا وقلت على اكسكيوت كويري دي بص يا كده انا هروح على اكسكيوت كويري ان اكسس داتا بيس. فاهم؟ طب الريتيرن ريزلت دي هترجع في ايه؟ هترجع في الميموري. طب انا عشان استقبلها برضه عندي في البروجرامنج جوه فانا اجي اقول له ده انا ممكن استخدم الريزلت سيت بتاعتي في حاجه من نوع ايه؟ الريزلت سيت اسميه ار اس. طب انا ازاي عرفت ان الاكسكيوت كويري دي بتراجع الريزلت سيت؟ طبعا احنا زي الشطار اتعلمنا لو وقفت كده هتلاقي لك ان الريتيرن بتاعه عباره عن ايه؟ ريزلت سيت. ما الفتش ولا اي حاجه الريزلت سيت بتاعتي بت ايه؟ الاكسكيوت كويري دي بترجع حاجه من نوع ايه؟ ريزلت سيت فور الاكسكيوت كويري. كده انت استقبلت الداتا اللي كانت موجوده دي اللي تحت دي انا بقول كاس انا بتكلم دلوقتي على الريزو سيت في السيكول يعني فاهم؟ فاستقبلتها بشكل ايه؟ ستيبل في الريزو سيت. طيب انت ده كله دلوقتي عندك مجموعه من داتا موجوده في الريزو سيت دي. طب انا ازاي ابدا اخرجها في الكومبو بوكس؟ تاني كده سريعا تاني اول حاجه عملت ايه؟ اول بس جهزت الدرايفر. انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اروح في الديزاين كده واعرض التايتلز موجوده فين؟ في الديبارتمنت. يعني انا تارجت اعرض التايتل بتاعت الديبارتمنت الموجوده في اكس داتابيز اعرضه عندي فين؟ في الكومبو بوكس ده. فاحنا جرت العاده ان انا الجملتين دول يكونوا ثابتين معايا درايفر مين؟ داتابيز يو ار ان ايه؟ دول ها مش حد دول لا دول بجهزهم عشان اقدر اتصل بالداتابيز. تمام؟ بيتحط في الكلاس اللي هي الكبيره ولا بتحطه في الحدث فين؟ لا بره ده بابليك بره بابليك. انت ممكن تعملها في كلاس واحده خالص وتناديها من الكلاس. انا
بس انا هحطها بابليك بره ايه بره فانكشن عشان اقدر اضيف اي فانكشن تاني تمام. فدول ثابتين شايف درايفر دول كتبتهم ثابته ما بتغيرش تمام. انا بتكلم دلوقتي على الاكسس تمام. فكتبت السطرين دول تمام واديته تبيس كواليفاي اللي هو الباس بتاع التبيس بتاعتي تمام. واتفقنا عشان ارد لدرايفر قلت له كلاس دوت فور نيم واديته اسم الدرايفر اللي انا عملته هنا. تاني حاجه عشان استبلش الكونكشن ده كله الاكسس وبعد كده الكونكشن بتاعتي عشان ابدا جيت الكونكشن بتاعت الداتابيز يو ار ال قلت له درايفر مانجر دوت جيت كونكشن بتسوي ايه؟ اديتها الداتابيز يو ار ال اللي انا عملتها فوق. برضه شغل الاس كيو ال في الاكسس برضه هو عام واحد كلها اوركل وسيكول سيرفر وماكسيك كلها واحد كلها لا ده انت عارف الاكسس ده بتحب شغل كيف جامد يعني بتعمل بيه فورم زي اوركل. الاكسس ده بتعمل بيه فورم زي اوركل وانت مالك جوه تشتغل بيه. احنا كلية بتاعتنا بص شباب كلية بتاعتنا لو علمتنا في اول سنة طيب انا فاضلي بس خطوة اخيرة ان انا بس نعمل خلاص. انا كده عملت ايه سكوت كويت. انا عايز بقى اعرض الداتا اللي جاي موجودة في الريزول سيت اعرضها في الكومبو بوكس. طيب الريزول سيت دي هتعامل معاها فيها داتا. طب انا ازاي اخرج منها داتا؟ فعين كده اخرج من الريزول سيت داتا بلوب عشان اقدر احطها فين؟ في الكومبو بوكس. طب انا هخرجها ازاي؟ انا كل حكاية انا هقول له وايل طول ما ال ار اس دي دوت عندها فانكشن اسمها نيكس. يعني نيكس طول ما جواها داتا طول ما جوا نيكس دي بترجع بولين طول ما هي جواها داتا عايز تعمل ايه؟ قلت له الكومبو بوكس ده ديبارتمنتس كان عندها فانكشن اسمها ايه؟ اد ايتم. طب انت عايز تضيف عايز تعرف ايه في الكومبو بوكس؟ يعني ده اللي جاي دلوقتي عايز اعرف بتاع الدرافت بس هتعرف كله هتعرف التارجت. فانا ممكن تيجي تقول له بقى ار اس دوت جيت عندها فانكشن اسمها جيت ايه؟ جيت سترينج. بص قال لك كولوم ايه؟ ايه الليبل اللي انت عايز تعرفه؟ ايه الكولوم نيم اللي عايز تعرفه؟ قلت له انا عايز اعرف الليبل او الكولوم اسمه ايه؟ تايتل. كده احنا اخترنا ايه؟ طب ليه بقى ار اس؟ طول مش دلوقتي لو قلتها في الميموري والميموري فيه حاجات كتير لو قلت له بس ار اس دوت نيكس هيقولك ايه؟ طب انا عايز ادوب على كل الروم. من الاول عملت سيليكت بس للتايتل اللي انا عملت اسكريبت ما عادي ممكن تقول لي تايتل بس مش عارف برضه غير وان تايتل مش هتفرق حاجه خالص تمام؟ لازم يلف لازم يلوب على لازم الوب على الوب على الديبارتمنت او الوب على التايتل اللي هم موجودين في الديبارتمنت. تمام يا شباب. طيب اخر حاجه بعد ما خلصت اللوب اتفقنا ان ده كله في الترايل ده كله عشان يكون بس اخر حاجه ان انا كلوز ايه الكونكشن بتاعته كلوز ايه الكونكشن تمام. طيب هتقول له الستمنت بتاعتك الاس تي ام تي دوت كلوز وكمان الكونكشن انت عملتها اللي كان اسمها كون دوت ايه كلوز. تمام كده ده كله عشان ابدا بس اعمل ايه؟ يبقى اول حاجه عملت لود لايه؟ لدرايفر. وثاني حاجه عملت ستاند كونكشن. دول ثابتين كده شايف يعني اول ما تيجي في دماغك ان انا اعمل اي ستيتمنت فكل اللي قدامي ده فوق وده ثابت مش تمام. لو حط خط كويس ما غلطتش اي حاجه خالص كل اللي هفكر فيه اللي بعد ايه اللي تحت بعد كده تمام. سيليكت اسيت فروم ديبارتمنت وبعد كده هرتين بتاع الحاجه بتاعتي في الريزلت سيت واقلب عليها وابدا اضيف الايتم جوه فين في الكومنت بوكس بتاعي تمام. وفي الاخر حاجه ان انا خالص هبدا اعمل ايه هبدا اعمل كونكشن. يبقى انا هنا ثلاثه كده واربعه هكسكيوت الكويري بتاعتي وخمسه هعمل ايه كلوز كونكشن. تمام كده. تعالى نبدا نرن الفورم بتاعتنا كده نقول بسم الله هنبدا ستارت اهو وتعالى اقول له فايل امبلوي عندنا مشكله في درايفر. تعالى نشوف بقى ايه انا درايفر. تعالى نروح للسورس تاني ونروح لدرايفر جي دي بي سي او دي بي سي. تعالى نكتب كلمه درايفر كده امبلوي
I am safe. Oh, yes. طب ثواني بس نشوف جي دي بي سي او دي بي سي درايفر ايكوال ماكس سورس اكس درايفر دي بي. طب تعال نحط بعض كده نشوف الايرور فين. اه يا شباب انا عاملها درايفر درايفر صدقت فانا كنت درايفر فاهم. تعال لو تاني file 3 and then file already in use couldn't use unknown a سمعي انا في الفولدر بتاعنا ونشوف بس الفولدر بتاعي نحط اسمه ايه ونروح تاني لبين سورس حاضر ماشي الكويري بتاعها ده كل بشكل على سبيل كويري بص الكويري بتاعت الديبارتمنت ميك شو ذات ات اكزيست اند ذس نيم از سبيلد كوركت اسم الديبارتمنت اسم الديبارتمنت ديبارت ديبارت شو كاتبينها غلط فاهم؟ صلاح اوكي مش انا عارف انت صلاح هنا مشكله رينيم ايه دوزي او صلاح مش عارف ديبارتمنت تمام ما عملتش رينيم ون سيف تعال نشوف الكويري بتاعتنا ديبارتمنت تعال نرن تاني كلوي تحت اهو تمام بس اشيل بس اللي موجود في الكومبو بوكس بتاعتي وتعال رن اهو فايل بلوي تمام فال الديبارتمنتس كانت موجوده عند فين؟ يوم الرسول ديبارتمنت واكونت لو رحت انا هنا برضو في الديبارتمنت الاقي ايه؟ هيومن ريسورسز ديبارتمنت ايه؟ اكونت هتلاقيها معروضه عندك في الفورم بتاعتك ايه؟ خالص لو سمحت الفايل بتاع الاكسس دوت حطه في الجي فولدر اسمه جي او بارتيشن سوري اسمه جي في فولدر اسمه داتا بيس الفولدر ده اللي هو ده اللي لو نحطه فيه بقى اسمع توصل في البارتيشن اسمه جي ايه ده موجود ده موجود بس كامل ومع ايه ناخد العنوان هنا اه بنحط هنا كده ماشي ناخده ونحطه اه بليك البارع اهو هتلاقي في البص كل فايل بتاعه اهو اه جي دي بي ماي دي بي دوت اكس تي بي هتكتبه كده؟ اه ده ده حاجه بيسموها لوك فايل اللوك فايل ده بيخزن فيه كل ترانزاكشن اول ما تعملي اوبن اه عامل واحد ما بيعملش انا حاجه ده بقول ان هو اللي اه ايه هما دول ليه دول توك سيشن اهم يعني مع 2003 ام دي بي 2003 هتلاقي بتاع ام دي بي ما ظهرش الاكس دي بي غير 2007 تمام كده يا شباب فانا لما جيت اعمل خلاص اعمل رن اهو تمام قلت له فايل كده انتري فلوت عندي فين؟ لوت عندي دي ده دي جاي من عند مين؟ من الداتا بيس تمام حتى لو رحت زودت داتا تاني لو قفلت كده ورحت سي زودت داتا في التيبل بتاعي هنا قلت له انا هضيف سي ديزاينر عاوزين نزود بقى من البرنامج ده حاضر 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 قلت له كنترول اس تعالى كده قول له ران البروجرام بتاعك فايل امبلوي هتلاقي عندك اخر حاجه ايه؟ ديزاينر اود بتاعتي تمام كده؟ طيب حاليا عايز ابدا اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كريت نيو اظبط الباص بتاع كريت نيو اعمل انسيت فياخد الداتا دي واحطها فين؟ احطها عندي فين؟ في التيبل بتاع الامبلوي تمام؟ وبعد ما احطها في تيبل امبلوي
اعمل سيلكت يظهر تحت فين؟ في التيبل تحت ده. ماشي تمام. فاقرا اسمعني اتفضل. معلش لو انا حط الفايل بتاع الدبل دوت في فولدر والفولدر ده نحطه في الفولدر الاساسي بتاع البرنامج ده، اديله اسم الدبل بس، بروفايل اسم التريز ما فيش حاجه تاني. لو بس انت حط فولدر اديله اسم الفولدر اسم التريز، لو حط بابليك اديله اسم التريز على طول. يعني اديله الاسم الدرايفر؟ لا لا لا، ما اسم الدرايفر انت ما ممكن ما يكونش عنده كذا، فاهم؟ فاهم. ممكن يوزر انت طبعا عنده، ممكن ما يكونش لا انا كده بس حاطه انا كاكستنشن بار بارتيشن، فاهم؟ طيب خلاص شباب، انا عايز اخد داتا من هنا، النيم والسالري والجندر ده، بعد ما اعمل كده كريت نيو يعمل لي سيت فين؟ في الداتا بيس بتاعتي. طيب اعملها ازاي؟ تمام. طيب عندي بقى حاجه اسمها بريبير ستيتمنت، تجهيز للستيتمنت. يعني روحت انا عندي كده في السلايد اللي احنا كنا شغالين فيها دي، عندنا حاجه جديده اسمها ايه؟ بريبير ستيتمنت. ايه بريبير ستيتمنت دي؟ لا انا ببدا اجهز الستيتمنت بتاعتي علشان ابدا اعمل ايه؟ علشان ابدا اخد داتا من التكست بوكسز وابدا احطها فين؟ في الداتا بيس. تمام؟ فبدل كنت بعمل ستيتمنت بس اللي كانت ايه؟ كنت بعمل بس الليت، لا ده انا عايز اعمل ستيتمنت عشان تاخد مني بارامترز. فانت عشان تاخد تعمل ستيتمنت تاخد منك بارامترز، فانت تعمل حاجه اسمها ايه؟ بريبير ستيتمنت. بريبير ستيتمنت. طب عادي لو عايز اعمل سيت، بص شباب عايز اعمل سيت، عايز اعمل ستيتمنت عاديه بقول له كونكشن دوت بري ستيتمنت، بقول له ايه؟ اسم الستيتمنت بتاعتي انسيت انتو ستودنت، او كان بيتكلم عن ستودنت، فيرست نيم ان كان ام اي لاست نيم، تمام ميدل نيم يعني، تمام اول فاليوز. مش دي جمله انسيت عليه؟ شفت بقى يا شباب، شفت الكويشن مارك دي؟ دول 3 بارامترز، دول 3 بارامترز. سيرو قيمتهم جايه منين؟ قيمتهم جايه هتيجي منين؟ من التكست بوكس بتاعك. طب انا ازاي ما اباصي هنا؟ هنبدا نشوف ازاي ابدا اباصي ده هنا. انا مش عارف ليش انا عامل كويشن مارك. الكويشن مارك؟ ما دام انت عندك هنا كويشن، انا عندي ستي كويشن مارك. ماشي. تمام كده؟ وهبدا اباصي الاوردر بتاعك. يعني واحد معناها فيرست دي نيم، اثنين معناها ميدل نيم، ثلاثه معناها ايه؟ لاست نيم. تمام كده؟ يبقى انا عشان ابدا اعمل ستيت ابديت ديز سيرش، يمكن اشهر استخدام عملت نستخدمها كلمه ايه؟ البريبير ستيتمنت، عشان ابدا اعمل ستيت ابديت ديز سيلكت او سيرش. تمام. يمكن السيلكت بعمل اللي انا عملتها اللي هي ستيتمنت عاديه جدا خالص الاكسكيوت كويري. تمام. طيب تعالى نبدا احنا ايه؟ نبدا ان احنا ننفذ البريبير ستيتمنت دي، وانا ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل سيرت. فانا عايز اكتب كود جوه الباتون. بص يا انا هبدا اهو جوه اهو الديزاين، وجوه ايه؟ دبل كليك انكريت نيو. الخطوات فيكس خلاص، انا كده دول فوق ايه؟ فيكس. انا كل هارد ايه؟ دول بس كده ماشي. واجي هنا تحت كده، او ممكن اخدها كلها وبسط فيها، ولا اكتبها من الاول؟ لا براحتكم. هاخد كلها كوبي كده تمام، وحطها هنا ليست. انا مش عايز ولا الجمله دي كلها ستمنت كده، مش عايز تقول كده، بس انا جاي ستمنت بتاعي. تمام كده. طيب هتبدا تعمل ايه؟ يعني ايه كلاس دوت فور نيم؟ ايه كلاس دوت فور نيم؟ عشان ابدا اقول للدرايفر تبدا تتعامل مع ايه؟ ايه؟ طيب الستمنت عايز تعمل ايه؟ بص يا هبدا اجهز السيجمنت بتاعتي اللي هي string insert query. عايز تعمل ايه؟ هقول له insert into employees. تمام؟ عايز insert في اي كولمز؟ فاقول له employee name. طبعا ما بقلبش الكولم من دماغي يا محمد. تمام؟ لا، اما اجيب الكولم انا كتبتها فين؟ ولازم الكولم زي ما انت كتبتها كده employee name salary gender department ID. تمام؟ نفس الاسم بتاعي. يمكن عادي ممكن تكتبها كابتن اسمه مفيش مشكله. تمام؟ بس لازم الاسماء تكون موجوده هنا. employee name salary gender ايميل، دخل ايميل فين الايميل يا عم الحاج؟ مفيش ايميل. تمام؟ لا لازم الحاجات تكون ايه؟ موجوده عندي هنا. فاقول employee name وبعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندك salary gender department salary
جندر وديبارتمنت اي دي. تمام كده؟ طيب الفاليوز بتاعته هو ده كويشن مارك 1 2 3 ايه 4 بس كده. ليه عملت 4 كويشن مارك؟ ان عندي 4 4 ايه 4 كولمز 1 2 3 ايه 4. فعشان كده عملت ايه؟ عملت الفاليوز بتاعتي 4 كويشن مارك. تمام؟ طيب لغايه دلوقتي انت لسه ما جهزتش اي حاجه. تعالى جهز مين؟ جهز البريبير ستيتمنت بتاعتك. فانت هتقول له ايه؟ سي او ان اللي احنا عملناها كونكشن كانت فوق دي دوت ايه؟ بريبير. او تعالى قول له كونكشن دوت بريبير ايه؟ بريبير ستيتمنت. تاخد منك سترنج ايه؟ سيكويل. قول له في الكويري بتاعتك، قول له انسيرت كويري. طب دي بترجع ايه؟ بترجع انترفيس من نوع اسمه بريبير ستيتمنت اس تي ام تي، تاخد من اوبجكت اس تي ام تي. تمام كده؟ طب فاضل لك انت ايه؟ انت جهزت الستيتمنت بتاعك، فاضل لك انت تحط داتا فين؟ في الكويشن مارك دي. طيب دول موجود، الانسيرت كويري دي موجوده فين؟ مش موجوده في البريبير ستيتمنت اللي هي اللي اسمها ايه؟ اس ام تي. فتيجي تقول له اس ام تي دوت الامبري نيم كان من نوع ايه؟ سترينج او شورت تكست اللي هو في جافا ايكوال سترينج. فتقول له سيت سترينج. هقول لك البارامتر اندكس كان الامبري نيم ده رقم كام؟ رقم واحد. الاندكس من في البريبيس من بيبدا من واحد. فانت تقول له ايه؟ واحد. طب واحد الفاليو بتاعته جايه منين؟ من تكست ايه؟ من تكست نيم دوت جيت ايه؟ جيت تكست. ما هي دي اوتو انكريمنت اوتو نمبر هو اللي بيدي سواء رقم واحد. لا 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 واحد ده واحد اتنين على حسب المكتوب، على حسب المكتوب عندك في الستمنت بتاعك مش على حسب الموجود عندك في الكولوم بتاعك. ايوه تمام. طيب السيلر ده من نوع ايه؟ اس ام تي دوت سيت دبل صح؟ طب ده رقم كام؟ رقم اتنين. طب كنت جاي منين؟ جاي من تكست سالري دوت ايه؟ جيت تكست. تكست سالري دي اللي احنا عملناها في كود، اللي احنا غيرناها في الكود صح؟ دي التكستات بتاعتنا. اه عادية. طيب ده من نوع قلب انكونفرتر تايب بتوين سترينج كان بي كونفرت تو ايه؟ دبل. فلازم احولها لدبل لان دي اصلا بتاخد ايه؟ بتاخد دبل. فانا لازم اقول له ايه؟ الكلاس الشير بتاعتنا اللي هي دبل دوت ايه؟ فارس دبل. فاضلك ايه؟ فاضل لي جندر، فاضل لي جندر والديبارتمنت. طب الجندر ده كان من نوع سترينج برضه، هقول له سيت. طب كان ناقصنا حاجه نعملها تمام في الديزاين، ان انا اجي اقول له ايه؟ حط دول فين؟ في جروب. فراجع بس في الباليت بتاعتي وحط بطن ايه؟ بطن جروب كده وغير الكود بتاعه في اي مكان بقى ولا عليها انا؟ اه ممكن مش لازم اغير، لا في اي في اي حته تمام. تعال بقى اقول له مثلا في 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 هنا في 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 فين في المين حطه في بطن الجروب احنا عملناه اهو جروب واحد وده بطن جروب واحد. وبالمره اخلي ده ديفولت سيلكتد انا اقول له ايه؟ سيلكت. تمام كده؟ تعالى نرجع تاني سيف وارجع للسورس بتاعك. هقول له اه. طب انا ازاي هبدا اقول له لو اخترت دبل لو اخترت ميل حط لي ميل، لو اخترت في ميل حط لي في ميل. طب في مثلا صفر واحد. اه عادي انا كده بتكلم في سترينج كده بعمل صفر واحد. فانت ممكن تيجي تقول له ايه؟ اف ان الار دي ميل دوت از سيلكتد هتعمل ايه؟ هقول له اس ام تي دوت سيت سترينج. تمام؟ في رقم ثلاثة هقول له ايه؟ ار دي ميل دوت جيت ايه؟ جيت تكست. طيب ايلس اس ام تي نفسها خالص برضه في رقم ايه؟ ثلاثة. انا نفسي انا عامل كفاية في سطر واحد بس ار دي ميل.
او دي في ميل. طيب ها حد اي عنده اي حاجه غلط دلوقتي؟ لا. طيب تعرف على الحاجه اللي بعد قضيه الديبارتمنت ايه؟ اي دي. وانت عارف له ايه؟ طب ازاي دخل التايتل حاجه من نوع سترنج احطها في حاجه من نوع لا ممكن حاجه ظريفه جدا تمام. دول عاملين ايه مطير؟ 1 2 3 4 صح؟ مش دول اندكس؟ ممكن اعتبرهم اندكس 1 2 3 4. فانا قلت له لو اخترت مثلا اندكس بتاعي يبدا من زيرو، فلو قلت له لو اخترت هيومن ريسورسز بلس 1 يبقى هيحط لي ايه؟ حط لي 1 بلس تاني نص شهاده. كان اعمل ايه؟ انا عارف تايتل، عايز سترنج عادي، انما انا عايز ادخل في الانترميز بياخد مني ديبارتمنت ايه؟ اي دي بياخد انتجر. انا عايز اعرف له بقى ان واحد كذا يبقى دخل في ديبارتمنت كذا. فانت ممكن تيجي تقول له ايه؟ في الاس ام تي دوت سيت انتجر تمام في رقم 4 ممكن اعرف هتحط سي ام بي ثواني سي ام بي ديبارتمنتس دوت ايه جيت سيلكتد ايه بترجع ايه انتجر تمام. هقول له ايه بلس 1 بلس 1 معناها ايه؟ معناها زود لي على الاندكس 1 علشان يماتش مع الاي دي الموجوده فين؟ هي الحته دي الاكسس كده شوف بس الاي دي واحد ازاي. واحد ولا ايه؟ ما كم صفر صفر بقى بس مش وقتها فاهم؟ غير الغادي بي لود ده في كومبوكس 0 1 2 3. طب 0 طب هي من الريسورسز. طب بس هي هنا اهي 1 فعشان اخليها 1 فبقيت عملت ايه؟ زائد 1 فاهم؟ ده كله في كومبوكس ده كله عشان بس نسليك من الكومبوكس تمام. نرجع تاني للكود بتاعنا. طيب اخر حاجه اعملها تمام. هقول له الاس تي ام تي لازم اعمل اكسكيوت شير، لازم اعمل اكسكيوت. فاجي رقم فوق كده دوت اكسكيوت، هتقول له اس ام تي دوت اكسكيوت ايه بقى؟ مش كويري بقى، اكسكيوت ابديت. وابديت هنا مش معنى كلمه ابديت، بمعنى انسيرت ابديت ديليت. انسيرت ابديت ديليت كلمه اكسكيوت ابديت دي بمعنى انسيرت ابديت ديليت. بص هنا هتلاقي كتبها كلمه شهيره جدا اهي. بص قال لك ايه؟ سيكوال داتا مانيبيليشن لانجوج لاختصار دي ام اي ستمنت ساتش از انسيرت ابديت ايه ديليت، عشان ما تقولش انا ايه بضحك عليك تمام. داتا مانيبيليشن لانجوج اللي هي اللي انا بعد في الداتا بيز، يعني زي ايه انسيرت ابديت ايه ديليت. فانا اقول له اكسكيوت ايه؟ اكسكيوت ابديت وادي الكورنت. ده لو دوسنا على ايه يعمل ابديت؟ لا ده انت خلاص لو دوس على كريت هينفذ الكود اللي جواه ماشي، فيروح ياخد كلمه انسيرت وهي راجعه فين؟ في الاكس تمام؟ ماشي. طيب تعال نشوف تعال نشوف يا شباب ثواني بس يا محمد تعال نشوف اكسكيوت ابديت دي بتراجع ايه؟ انا بترجع ايه؟ انتجر. مش انا كنت بعمل في السيكول سيرفر كنت بقول له اكسكيوت كان بيرجع لك 1 ايه؟ 1 مو افكتد، بمعنى كده ده بيرجع لي 0 و1، لو 0 ما حصلش اي حاجه، لو 1 في عمل انسيرت فين؟ في الداتا بيز. مش انا بص شايف ما كنت بروح السيكول سيرفر كده كلهم كونسبت واحد. بص كده كنت بعمل انسيرت كده، ده شوف الليزر تحت كده في الويندو بتاعتي في الريزلت ظهر لك ايه؟ وان رو افكتد، بمعنى ان في رو لك عندك في الداتا بيز. معنى كده لو الابديت بتاعي كان اكبر من زيرو معنى كده ان حصل انسيرت فين؟ في الداتا بيز. يعني انا دلوقتي جيت قلت له هنا كده لو انتجر كده بترجع رو عادي خالص، وجيت قلت له اف ان الرو ده اكبر من زيرو فقول له ان انت عندك ايه جواب شامبان كده دوت شو مسج دايلوج، اقول له
a new employee created. A new employee created. تعالوا سيف كده. تمام؟ ها حد عنده سؤال دلوقتي؟ السنت قبل الاربعه قبل ده مالي ده علشان اختار من اللي مختار من الفورم بوكس يحط لي بدل كلمه يوما يحط لي بجيب ده 1 2 3 4 تحت عملنا انتجر رو ايه بقى تحت عملت ده عشان اكسكيوت ابديت دي عشان ياخد الامر ده كله اللي انا جهزت ده ويروح نفذه في الداتابيس تمام؟ في اكتر من انا بقى بوريك الجديد من الاكسل يعني ايه؟ يضيفوا في الاكسس في الاكسس تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف هيرن ولا ايه كده؟ تعال نقول فايل تمام انجلوي تمام؟ تعال نقول له انجلوي ايه؟ نكتب اسمه محمود سوري سي 2000 ميل ولا في ميل تمام ميل تمام تعال اختار مثلا ايه ديفلوبمنت تعال اقول له كريت نيو قال لك نيو ايه نيو امبلوي كريت تعال اقول له اوكي كده تعال نرجع داتا بيس افتح امبلوي تعال نعمل سي ريفرش كده تعال ايه محمود 2000 ميل شوف اختار بقى الديبارتمنت اي دي رقم كام 2 اللي هو عباره عن ايه ديفلوبمنت لو انا رحت هناك في ديبارتمنت فالديبارتمنت رقم 2 هي اصلا ايه؟ عباره عن ديفلوبمنت. يعني اقطع كده ادخل نيو امبلوي تاني يعني؟ طيب تعال ندخل نيو امبلوي تاني بس تعال نعمل حاجه معينه انا عايز اما اعمل كريت نيو ريموف التكست احنا ندخل داتا جديده. يعني عايز يمسح التكست اللي موجود هنا. تمام هو احنا كده احنا غيرنا الاسم والسر وكده يعني زود على القديم لو عملت كريت نيو زود على القديم مثلا لما انا عايز تعدل الفيلم ده الداتا موجوده لسه ما قلناش تمام طيب تعال بس نعمل حاجه صغيره في الكريت بس انا عايز بس اما اعمل كريت نيو يمسح لي الداتا دي ويرجع الميل لو انا اخترت في ميل يرجع لي ميل ويرجع لي سيليكت الهيومن ريسورسز تمام فلو جيت هنا برضه تحت كده رحت هنا برضه هنا فين؟ في المكان ده كده هقول له ايه؟ يا عم التكست بتاع النيم دوت سيت تكست خلوه لي فاضي والتكست بتاع مين؟ بتاع السالري دوت سيت تكست خلوه لي فاضي وخليه الار دي ميل دوت سيت سيلكتد ب بترو و ار دي سي سوري سي ام بي الديبارتمنت دوت سيت سيلكتد اندكس خلوا له رقم كام؟ رقم زيرو عشان يختار لي ايه؟ رجع لي الفورم زي ما كان تمام؟ تعال نسيب كده ونرجع نرن تاني وتعال نقول له فايل امبلوي تمام عشان يمسح لي عشان يرجع لك الفورم زي ما كانت تمام تعال نقول له سي امبلوي نيم سي انا اقول له اي مثلا السعر بتاعها سي 5000 في ميل اللي هي ديبارتمنت سي ديزاينر وتعال نقول له ايه كريت نيو نيو امبلوي كريتد قول له اوكي كده رجع لي ايه الفورم ميل وورس تاني روح داتا بيز قلت له ريفريش عمل لك ايه دخل لك ايه واختار الجندر بتاعها ميل وديبارتمنت ادي رقم كام رقم 4 طب هنا مستحيل بقى الجندر يبقى ترنج ايه؟ مستحيل يبقى ترنج ايه مستحيل يبقى ترنج عشان